إذا رايح الأمور إلى هذا النوع من التحديات. كلام مش سيمون أبو فاضل يعني جاي من ضيعة اسمه النبي، هو عم يحكي عم بخبره، سامعه من فريق عم يعمل يلعب دور إلى جانب الأمريكان، لهن دولة اسمها فرنسا اللي هي كانت كتير حريصة على إيران. تفضل. اليوم إيران قالت نحن عندنا 4 عواصم بالمنطقة. صحيح. اليوم بالمشهد اللي عم نحكى فيه للمستقبل اللي هو عم بينحكى فيه بسلطنة عمان ومن خلال قطرين، هو أنه كل واحد عم بحط رصيده عن سلطنة عمان، أنه أنا بيان حسنية مثلا كأمريكان، والإيراني أنه بيان حسنية أنه هاي مش المستقبل. مشان هيك وقت الأمريكان ضربوا الحوثيين هنو البريطانيين أول عملية عملوها وإجوا البريطانيين من قبرص، وزير خارجية سلطنة عمان انتقد الأمريكيين، اعتبر أنه عملوا فول يعني هو لأنه عم براقوا الوضع، عم ينحكى بإعادة يعني توازنات المنطقة. يعني العراق فيه يمكن فريق من طائفة الشيعية كتير قريبة من إيران، بس في فريق تاني مثلا باتجاه آخر أنه التخلي عن السلاح وضبضبة التمدد السلاح بالمنطقة اللي إيران عم تستعمله بالبحرين وبعدة يعني مناطق جمهورة وبسوريا وفي لبنان سيعيد توازنات بالمنطقة تأخذ فيها إيران بعين اعتبار الدورة. إذا بدنا نرجع لورا بعد ب 11-12 تشرين الثاني عندما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ترأس قمة أو دعا لقمة عربية إسلامية بمملكة العربية السعودية، إجا رئيس إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني وكان كتير إيجابي ويتماهى كتير مع المقررات، لكن في يعني كم عدد كبير من الدول يعني رايحين يعني على درس بعدين توازنات المنطقة، بس بعد ما يخلص هذا الموضوع. إيران مظبوط يعني هي موجودة ومتمددة بالمنطقة، وإيران مراهنة مثل ما بلبنان خلينا نقولها بوضوح، مراهنة أنه رغم أنه السفير الإيراني طلع عند السفير السعودي وقعدوا بالخيمة وعم يحكوا والجو تطبيع بكل المنطقة يعني السعودي الإيراني، إلا أنه الممانعة بتراهن أنه بكرة بالمفاوضات لأنه بدها تشوف الفريق الثاني بحالة الدفاع على الاستقرار أو على الاستثمارات ستأخذ مكاسب أكثر. فإذا هلأني إيران ناطرة مرحلة جديدة أنه بال 2025 كيف نشغل وقال وقت بدنا نعمل اتفاق نووي سريع وتركوا أوكي. راحوا أنه بدنا نطوق الصين نروح باتجاه الصين. هلأني عارف إيران أنه أنا بدي أنطرهم يعني هذا الكلام يعني يؤكد أنه من المبكر الحديث عن ربح وخسارة لهذا المحور اللي صاير برفح. هذه يعني هي أنه بكرة إذا إيران قاعدة على دم 1,000,000,000 فلسطيني وأخذت الدور هذا انتصار هيك بدك تخديها أنت. إذا قاعدة على دم شعوب يعني بالمنطقة وبسوريا وبلبنان مثل ما عم تعمل وبعد الدول إنه هذا انتصار، هذه صارت بعد الحرب العالمية الثانية، آخر شيء بدك تطبع الوضع. نعم، خلينا ننتقل لجنوب لبنان. كيف رح يكون الوضع؟ يعني مثل ما شفنا منذ اندلاع 27 كان كل الجهد الدولي كله عم ينصب على عدم توسيع الجبهة وعدم فتح الجبهة، وما زال هذا جهد مستمر حتى الساعة، حتى مبارح باجتماع بلينكن وسيجوني